شيئا ولكن يكتبون أجر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. وعجل فرج مصلي على الزهرة وبها وبعليها وبنيها وفجر محبها. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك وعلى جدك خاتم النبيين وأبيك أمير المؤمنين وأمك الزهراء البتول المظلومة المهتظمة وأخيك الحسن السبط المجتبى. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على النساء الثاكلات، السلام على الشفاه الذابلات، السلام على الملائكة الحافين حول قبر الحسين المستغفرين لزواره جميعا، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا سيدة النساء، يا فاطمة الزهراء الشهيدة المظلومة. قف على قبر فاطمة. القصيدة ما جبتها على في هالموسم، أحببت أن أذكرها لكم. قف على قبر فاطمة بالبقيع، قبرها مجهول بأبيه وأمي، لكن الشاعر قلبه يميل إلى البقيع. قف على قبر فاطم بالبقيع وأسيل الدماء قبل الدموع، وتذكر أذية والثم التربة من حواليه، وانشق من شذاه نسيم زهر الربيع، وتذكر أذية القوم فيها، وابكي حزنا وعجب قبر. يقول ائتي إلى قبرها بقلبك واستحضر ما جرى عليها، ووجه إليها السلام باكيا، فإذا أثر المصاب على قلبك وجاءت منك الزيارة الصادقة للزهراء، وجه الخطاب إلى المعزى بها أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله. شاعر عارف فاهم. وتذكر أذية القوم فيها، وابكي حزنا إلى أن تذهب، وعجب قبر الشفيع يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. قف به موقف الحزين، ولكن لابسا بردتي تقن. شوف العارف يقول أنت محزون لكن تستشعر مقام النبي وعظمته. قف به موقف الحزين، ولكن لابسا بردتي تقن، وخشوعي قل له أيها النبي شكات. عندك عزم له؟ لا وياي أنت. قل له أيها النبي
شكاة لك عندي مشفوعة. اقبل هالشكوى بتأثر يا رسول الله صلى الله عليه وآله. مشفوعة بدموعي فأعرني يا رسول الله، فأعرني منك المسامع فيها، فصداها يصم أذنا، فصداها يصم أذنا إذن السميع يا رسول الله. إن تلك التي على بابها الأملاك تبدي الخشوع بعد الخضوع، قد أحاطوا بالنار منزلها السامي بعد تقديس بشأن رفيع. دخلوا بيتها عليا وقادوا بعلها المرتضى بحال شنيعي. عجبا كيف في النجاد له قيد في عنقه، عجبا عجبا كيف في النجاد له قيد وهو قائد للجموع. آخ مهجة المختار صاحت والقلب منها انذهل. قومي تشيلي يا فضة وسنديني بالعجل. حمكم الله شعر، حمك الله بيوسف. قومي تشيلي انكسر ضلعي وسقط مني الجني. شوفي دموم اللي بصدري تسيل يا فضة مني، هشمت مني يا فضة الجسد رفست هاللعي. بالعجل قومي اعرفيه منين صاحب هالفعل، هالذي كسر ضلوعي ولطم خد تعرفي. وذاك داح الباب جالس بالعجل روح اخبري. قالت ملبب خذو حيدر وريتك تنظري. قايد الفرسان حيدر كيف قادوه بحبل، طلع لكن ذوبت قلبي يا فاطم حالت. صفي لي حاله يا فضة. طلع لكن ذوبت قلبي يا فاطم حالته، من كسر قلبه وتجري فوق خد دمعت. حاير ويكسر الخاطر يوم دنق رقبته، وبالحبل مقيود جل حلم الله، وبالحبل مقيود ما كن ابو حسين الفحل. شلون اخبره؟ يحتاج اخبره بعد. شلون اخبره؟ شلون اخبره وعينه تشوفك يا زهره ورا الباب، يسمع الصيحة ويشوفك يوم طحت على الأعتاب. شفته يتحسر وضن قلبه من الحسرات. قلت هسه يثور حيدر يسأل السيف بزعل. صاحت أم الحسن يدري بحالي الليث الغيور، صاحت أم الحسن يدري بحالي الليث الجسور.
ويترك العدوان تضربني وهو علي غيوب، لكن بقيد الوصية مقيدين ولا يثور. قومي تكي لترى جسمي من الضرب انتحر. اسمع هالمشهد رحمك الله من العطية. وش شافت الزهراء؟ قال طلعت لأن الدروب تموج من كثرة الناس، لقداح باب خيبر طوع يمشي ويا الرجاس. نادت حيدر ادركني، شافها ونكس الراس. جذب حسرة بثر حسرة والدمع مني يهل. شافت ملبب وشهقت صارخة بدمع سفوح. عقب عينك باليتامى يا ابو الحسن وين اروح؟ عقب عينك باليتامى ما تقلي وين اروح؟ والعبد بالصوت ولمها وهي بجنب تنوح. تصيح والرمت رمتوني العبد يا خير العمل، بالضرب والرمة تنهى وحيدر يشوف ويحن. بالضرب والرمة تنهى وحيدر يشوف ويحن. صاح صبري مثل صبري يا عزيز على المحن. كاتب الله يا بتول انعيش في الذل والمحن، بالصبر موصي علي المصطفى عالي الجناب. وانت تشوف يا علي تسمع ونيني، وقف على راسي ولطم خدي ولطم خدي وعيني. ومصيبتا طلب مني بعض الأحبة ذكر شيء من خطبة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، أذكر لكم شيئا منها بلا تعليق ثم الرجوع والتعريج على شيء من مصابها صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها. فتأنوا واصغوا للكلمات العظيمة، كلامهم نور. بسم الله الرحمن الرحيم. روى عبد الله بن الحسن عن آبائه عليهم السلام قال: لما اجمع الرجلان على منع فاطمة فدكا وبلغها ذلك لاثت خمارها على رأسها واشتملت بجلبابها وأقبلت في لمة من نساء قومها وحفدتها تطأ ذيولها لا تخرم مشيتها مشية أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله. فدخلت على الرجل وهو في حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم، فنيطت دونها ملاءة ثم جلست بأبي وأمي أنت أنه، أجهش القوم لها بالبكاء وارتج المجلس، ثم سكتت أنيئة حتى سكن نشيج القوم، ثم أمهلت أنيئة حتى سكن نشيج القوم وهدأت فورتهم. افتتحت الكلام بحمد الله
والثناء عليه والصلاة على أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله. فعاد القوم في بكائهم فأمسكت، فلما أمسكوا عادت في كلامها فقالت: الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن وآلاها. جمعني الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، واستحمد إلى الخلائق بإجزالها، وثنى بالندب إلى أمثالها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تأويلها وضمن القلوب موصولها وأنار بالتفكر معقولها الممتنع عن الأبصار رؤيته وعن الألسن صفته وعن الأوهام كيفيته. ابتدأ الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بالاحتذاء أمثلة امتثلها، كونها بقدرته وذرأها بمشيئته من غير حاجة منه إلى تكوينها ولا فائدة له في تصويرها إلا تثبيتا لحكمته وتنبيها على طاعته وإظهارا لقدرته وتعبدا لبريته، ثم وإعزازا لدعوته، ثم جعل الثواب على طاعته ووضع العقاب على معصيته، زيادة لعباده عن نقمته وحياشة لهم إلى جنته. وأشهد أن أبي محمد صلى الله عليه وآله عبده ورسوله اختاره وانتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتباه واصطفاه قبل أن ابتعثه، إذ الخلائق بالغيب مكنونة وبستر الأهاويل مصونة وبنهاية العدم مقرونة، علما من الله تعالى بمآل الأمور وإحاطة منه بحوادث الدهور، ومعرفة بمواقع المقدور، ابتعثه الله تعالى إتماما لأمره وعزيمة على إمضاء حكمه وإنفاذا لمقادير رحمته، فرأى الأمم فرقا على أديانها، عكفا على نيرانها، عابدة لأوثانها، منكرة لله مع عرفانها، فأنار الله تعالى بأبي محمد صلى الله عليه وآله ظلمها وكشف عن القلوب بهمها وجلى عن الأبصار غممها
وقام في الناس بالهداية وأنقذهم من الغواية وبصرهم من العماية وهداهم إلى الدين القويم ودعاهم إلى الصراط المستقيم. ثم قبضه الله تعالى إليه قبض رأفة واختيار ورغبة وإيثار، فمحمد صلى الله عليه وآله عن تعب هذه الدار في راحة قد حف بالملائكة الأبرار ورضوان الرب الغفار ومجاورة الملك الجبار. صلى الله على أبي نبيه وخيرته من الخلق وصفيه، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. أنتم عباد الله، نصب أمره ونهيه، وحملة دينه ووحيه، وأمناء الله على أنفسكم، وبلغاؤه إلى الأمم، وعهد قدمه إليكم، وبقية استخلفها عليكم، كتاب الله الناطق، والقرآن الصادق، والنور الساطع، والضياء اللامع، بينة بصائره، منكشفة سرائره، متجلية ظواهره، مغتبط به أشياعه، قائد إلى الرضوان أتباعه، مؤد إلى النجاة استماعه، به تنال حجج الله المنورة وعزائمه المفسرة ومحارمه المحذرة وبيناته الجالية وبراهينه الكافية وفضائله المندوبة ورخصه الموهوبة وشرائعه المكتوبة. فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، والصلاة تنزيها لكم عن الكبر، والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق، والصيام تثبيتا للإخلاص، والحج تشهيدا للدين، والعدل تنسيقا للقلوب، وطاعتنا نظاما للملة، وإمامتنا أمانا من الفرقة، والجهاد عزا للإسلام، وذلا لأهل الكفر والنفاق، والصبر معونة على استيجاب الأجر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصلحة للعامة، وبر الوالدين وقاية من السخط، رحم الله والدين والديكم، وصلة الأرحام منساة في العمر، والقصاص حقنا للدماء، والوفاء بالنذر تعريضا للمغفرة، وتوفية المكاييل والموازين تغييرا للبخس، والنهي عن شرب الخمر تنزيها عن الرجس، واجتناب القذف حجابا عن اللعن، وترك السرقة إيجابا للعفة، وحرم الله الشرك إخلاصا له بالربوبية. فاتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأطيعوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه، فإنما يخشى الله من عباده العلماء. أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد
صلى الله عليه وآله أقول عودا وبدءا، ولا أقول ما أقول غلطا، ولا أفعل ما أفعل شططا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم، وأخ ابن عمي دون رجالكم، ولنعم المعزي إليه، فلقد بلغ الرسالة صادعا بالنذارة، مائلا عن مدرجة المشركين، ضاربا ثبجهم، آخذا بكظمهم، داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، يكسر الأصنام وينكث الهام، حتى انهزم الجمع وولوا الدبر، حتى تفر الليل عن صبحه، وأسفر الحق عن محضه، ونطق زعيم الدين، وخرست شقاشق الشياطين، وطاح وشيظ النفاق، وانحلت عقد الكفر والشقاق، وفهتم بكلمة الإخلاص في نفر من البيض الخماص، وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب ونهزة الطامع، وقبسة العجلان، وموطئ الأقدام، تشربون الطرق وتقتاتون القد، أذلة خاسئين، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله تعالى بأبي محمد صلى الله عليه وآله، بعد اللتيا والتي، وبعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أو فغرت فاغرة من المشركين، من الذي يواجهها أبا الحسن؟ قذف أخاه في لهواتها فلا ينكفئ حتى يطأ صماخاه، سلام الله عليك يا أمير، فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه، ويخمد لهبها بسيفه، مكدود في ذات الله، مجد في أمر الله، سيد في أولياء الله، مشمرا ناصحا، مجدا كادحا، وأنتم في رفاهية من العيش، وادعون فاكهون آمنون، تتربصون بنا الدوائر، وتتوكفون الأخبار، وتنكصون عند النزال، وتفرون من القتال. فلما اختار الله لنبيه صلى الله عليه وآله دار أنبيائه ومأوى أصفيائه، ظهرت فيكم حسيكة النفاق، وسمل جلباب الدين، ونطق كاظم الغاوين، ونبغ خامل الأقلين، وهدر فنيق المبطلين، فخطر في عرصاتكم، وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم، فألفاكم لدعوته مستجيبين، وللغرة فيه ملاحظين، ثم استنهضكم فوجدكم خفافا، وأحمشكم فألفاكم غضابا، فوسمتم غير إبلكم، وأوردتم غير شربكم، هذا والعهد قريب،
والكلم رحيب والجرح لما يندمل والرسول لما يقبر. ابتدارا زعمتم خوف الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، فهيهات منكم وكيف بكم وأنى تؤفكون. وهذا كتاب الله بين أظهركم، أموره ظاهرة وأحكامه زاهرة وأعلامه باهرة وزواجره لائحة وأوامره واضحة. أرغبة عنه تدبرون أم بغيره تحكمون؟ بئس للظالمين بدلا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم لم تلبثوا إلا ريثما تسكن نفرتها. الحمد لله الذي جعل كلامنا كلامهم، ثبتنا الله وإياكم. ثم لم تلبثوا إلا ريثما تسكن نفرتها ويسلس قيادها، ثم أخذتم تورون وقدتها وتهيجون جمرتها وتستجيبون لهتاف الشيطان الغوي وإطفاء نور الدين الجلي وإهماد سنن النبي الصفي، تسرون حسوا في ارتغاء وتمشون لأهله في الخمر والضراء. ونصبر منكم على مثل حز المداء ووخز السنان في الحشاء، وأنتم الآن تزعمون ألا إرث لي، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفلا تعلمون؟ بل تجلى لكم كالشمس الضاحية أن ابنته. إيهن أيها المسلمون أغلب على إرثي، أفي كتاب الله أن ترث أباه ولا أرث أبي؟ لقد جئت شيئا فريا، أفعلى عمد تركتم كتاب الله وراء ظهوركم؟ إذ يقول وورث سليمان داود وقال فيما اختص من خبر يحيى بن زكريا عليهم السلام، إذ يقول رب هب لي وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، وقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وزعمتم ألا حظوة لي ولا إرث من أبي، أفخصكم الله بآية أخرج منها أبي؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟ فدونكها مختومة مرحولة تلقاك يوم حشر، فنعم الحكم الله والزعيم، يعني المحامي، فنعم الحكم الله والزعيم محمد صلى الله عليه وآله، والموعد القيامة، وعند الساعة يخسر المبطلون ولا ينفعكم إذ تندمون. ولكل نبأ ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. كل شيء إلى نهاية،
ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم فاعملوا إنا عاملون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وأنا ابنة نذيركم بين يدي عذاب شديد فاعملوا إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. وجهت خطابها إلى الأنصار ثم بعد ذلك أجابها الرجل وأجابته وأجابها وخاطبت الناس الخطاب الأخير. هذا ما أمكن طرحه من شيء من خطبتها. لعل الله يوفقنا وياكم في وقت آخر أن نأتي بالخطبة بكاملها وبكل ما يتبعها. وهكذا أتمت الحج على القوم ثم انكفأت راجعة إلى المنزل وأمير المؤمنين يتطلع طلوعها ويرقب رجوعها. لما اطمأنت بها الدار نادت يا ابن أبي طالب. ليس من عادة الزهراء أن تقول لأمير المؤمنين يا ابن أبي طالب، لكنها في هذا الموقف أرادت أن تذكره بشيخ البطحاء المحامي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين، نقضت قادمة الأجدل فخانك ريش الأعزل، هذا ابن أبي فلان يبتزني نحلة أبي وبلغة ابني، لقد أجهد في خصامي وألد في كلامي حتى حبستني قيلة نصرها والمهاجرة وصلها وغضت الجماعة دوني طرفها، فلا دافع ولا مانع ولا شافع، خرجت كاظمة، ذهبت إليهم كاظمة غيظي وعدت مذلولة ما استجابوا لي، خرجت كاظمة وعدت راغمة، أضرعت خدك يوم أضعت جدك، افترست الذئاب وافترشت التراب، ما كففت قائلا ولا أغنيت طائلا ولا خيار لي، ليتني مت قبل منيتي ودون ذلتي، عذير الله منك عاديا وفيك حاميا، ويلا في كل شارب ويلاي في كل غارب، مات العمد وهنا العضد، عدواي إلى أبي وشكواي إلى ربي، اللهم إنك أشد قوة وحولا وأحد بأسا وتنكيلا. أيها المحبون، إذا أهين الكريم إهانة الكريم في قلب الكريم، مصيبة الزهراء في قلب أمير المؤمنين، إهانتها إهانة، أجابها من يعرف قدرها، لا ويل لك بل الويل لشانئك. رحم الله من بكى على الزهراء، لا ويل لك بل الويل لشانئك، نأنئي عن وجدك يا ابنة الصفوة، فوالله ما ونيت عن ديني وما أخطأت مقدوري، وإن كنت تريدين البلغة فرزقك مضمون وكفيلك مأمون، وما أعد لك خير من مما زوي عنك وفاطمة، فاحتسب الله. فقالت حسبي الله وأمسكت، وهكذا بقيت بعد أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله منهدة الروح باكية العين معصبة الرأس، يغشى عليها تار وتفيق أخرى، يقول إمامنا الصادق عليه السلام: بقيت جدتي فاطمة
20 يوم تنام على جنب واحد، وصار في جسمها كأثر الدملج. أسألكم أليست في قوة الشباب؟ أليست في زهرة العمر؟ ويقول إمامنا الصادق عليه السلام، وكان سبب موت أمي فاطمة أن الرجل أمر عبده أن يضربها، فلكزها بنعل السيف، وكان ذلك سبب موتها، ولذا ماتت وهي غضباء عليه. أبا الحسن، أبو الحسن في يوم زفافها وليمة زواجها يقول لك: رسول الله يا علي اصعد على هضبة ونادي في الناس احضروا زفاف فاطمة، احضروا وليمة فاطمة. سمعتوا من العادة المعرس ينادي؟ لكن الزهرة إليها خصوصيتها. ذاك اليوم تنادي احضروا وليمة فاطمة، ويوم موتها ما تنادي المسلمين احضروا جنازة بنت نبيكم، لأنها ماتت غاضبة بأبيه وأمي. إجت الناس حضروا عند باب المنزل، سمعوا بالواعية، أقبلوا. خرج إليهم أبو ذر رضوان الله عليه وعظم الله أجره، وقال لهم: إن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قد أخر تجهيزها في هذه العشية. فتفرق الناس، قام أمير المؤمنين ليلا في تجهيزها، غسلها بنفسه. أبو حسين، انتم من عشتون يا اهل المرق، شفتون رجال يغسل زوجته؟ ها، شفتون رجال يغسل زوجته؟ المرأة تغسلها نسوان مثلها، لكن الزهرة في جسمها آيات لا يقرأها إلا علي بن أبي طالب. قام أمير المؤمنين في تجهيزها، غسلها، كفنها، حنطها بفاضل حنوت رسول الله صلى الله عليه وآله. وإذا بالإمام بنقل بعض المحبين واقف في ناحية يبكي. الدنيا ليل، أسمى تسرج لأمير المؤمنين، وإذا تشوف الإمام واقف في ناحية يبكي. قالت لأبا الحسن: أنت إمامنا الذي تعلمنا الصبر. قال أسمى: لا تلوميني، إني لما أردت أن أغسلها رأيت متنها قد اسود من الضرب، رأيت عندها ضلعا مكسور. علي خصك الله بكل علم دون الأصحاب، صوتك، خصك الله بكل علم دون الأصحاب، صرت تعلم بالحضر عندك وغر. نعيد البيت. خصك الله بكل علم دون الأصحاب، صرت تعلم بالحضر عندك وغا، يصير ما تدريش جرب عتبة البق. أخبرك محسن سقط بعتاب، وويلاه من ضرب الرجس ما ظل حال لها ولا ظل حيل، لما ماتت بعلتها وفاطمة وجدتها، ومن ضرب الرجس ما ظل حال لها ولا ظل حيل،
لما ماتت بعلتها يا ويلي ولا يفيد الوي. غسلها علي بيديه وجهزها ودفنها بلي وجزع ورجع بس يجذب الحسرات وهو يتحسر عليه. أذكر إليك مشهد الله يرحمك يا شيخ حسن زين الله يرحم موتانا وموتاكم والمؤمنين بيتين يعني على الزهرة. يقول إجت الزهرة إلى أبوها التقت بأبيها بعد الموت. ها هي فاطمة التقت بأبيها وإذا لسان حال يخاطبها كيف حالك يا بني. بيت الوداع ها بيت الختام. وإذا الجواب بلسان الحال أبا يا رسول الله يا أجر الرسالة يا محمد ما تأدى. اتقن الصرخة والونة عدل ويا الجرة ويا الطريقة. أجر الرسالة يا محمد ما تأدى عقبك ولا شفنا حشيمة حشيمة ولا مود. جانا الطاغي يتبعه يتبع غير بهد برايا يتبع قودات حطوها على البق. أبا يا رسول الله وصيت فوق المنبر بالدرة المعصومة وهجمت علينا بعدك هالعصبة المشوم وريتك تشوف الغالية فوق الوجه بنت من أم من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها. يا إلهي بالدموع الجارية على الزهراء احفظ شيعتها في كل بلد وفي هذا البلد فرج عنا يا الله. ربي رد كل غريب وفك كل سجين واكشف كربة كل مكروب واعط كل سائل سؤله شافي جميع المرضى. أسعدنا بالبتول الزهراء عليها السلام في الدنيا والآخرة. السلام عليك يا سيدة النساء يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. يا الله عجل لنا فرج إمامنا تقبل أعمالنا وأعمال المؤسسين والباذلين والمحيين لأمر أهل البيت عليهم السلام في كل مكان إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح العلماء والشهداء السعداء وإلى أرواح خدامي أبي عبد الله الحسين عليه السلام ومن لا يذكرهم ذاكر وموتانا وموتاكم ووالدينا ووالديكم وإلى موتى المؤسسين. نهدي للجميع ثواب الفاتحة تشفعها الصلاة على محمد وآل محمد.